شهدت محافظة صلاح الدين تساقط أمطار غزيرة خلال الساعات القليلة الماضية، مما أدى إلى انهيار عدد من منازل المواطنين في قضاء سامراء وقطع عشرات الطرق بسبب تراكم المياه فيها، الأمر الذي دعا المواطنين إلى تدخل عاجل من قبل الحكومة المركزية وإطلاق مشاريع المجاري. من نبديها بعد عين من نبديها؟ شو حكومة على حكومة جاي تتبدل ما جاي يسوي النحل؟ المجاري طفحت والبيوت غرقت، ترى الله ما يقبل والله العظيم. تريدونا مثل الهند نعوف العراق ونهج؟ ها والله ينهج. سوون نحل، سوون نحل يا الحكومة. الحادث صار الساعة 3 بالليل، سمعنا عياط نساء واجا ابني علينا على البيت شط ودق الباب، وعمود نجي نطلع ابوه من الحادثة اللي وقع عليها. فاحنا من جينا لقينا الغرفة كلها وقع عليها. الحكومة المحلية ومن جانبها استنفرت جهودها الخدمية لسحب مياه الأمطار من شوارع المدينة، إلا أن هذه الجهود تبدو غير كافية لعدم رفض حكومة المركز مدينة سامراء بالآليات التخصصية. واقع مدينة سامراء لا يحتمل مثل هكذا أمطار، وإن كانت هي أمطار الخير إن شاء الله على الجميع، لكن إمكانياتنا محدودة جدا، استنفرناها منذ يوم أمس، لكن واقع الحال يتطلب إلى مشروع مجاري متكامل يخدم هذه المدينة، علما أن هذا المشروع هو في أروقة وزارة الإعمار والإسكان لأنه مكتمل الدراسة والتصاميم. مدير قسم تربية سامراء أكد أنه لن يعاقب الكوادر التربوية والطلبة من لم يستطع من الوصول إلى مدرسته بسبب الكميات الكبيرة التي سقطت. لا احنا يعني الطالب او حتى المدرس او المعلم او المعلمة اذا ما يقدر يوصل الى المدرسة بسهولة لا يمكن يعني معاقبته او محاسبته. ليش؟ لان الظرف يحكم يعني عدم وصوله الى الدوام الرسمي، فاحنا نقدر الظروف. وعلى الرغم من استنفار الجهود الحكومية في مدن محافظة صلاح الدين لسحب مياه الامطار، إلا أنها تبدو غير كافية بسبب توقف مشاريع إنشاء شبكات الصرف الصحي بحسب مراقبين. من سامراء، محمد السامرائي، قناة التغيير.